السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله مستعدين بإذن الله. التعايش مع كورونا يبدأ بكرة. سواء أنت كنت من الأشخاص اللي جدا قلقانين بكرة حنرجع وتقول الله يستر، ولا كنت من الأغلبية العظمى اللي جدا فرحانين، ولا كنت من الأشخاص اللي تشوف إنها مؤامرة، ولا اللي تشوف إنه ما كان يبغالنا نقفل، ولا إنه استعجلنا في الرجوع، ولا إنه تأخرنا في الرجوع. هذا كله الآن ما يتعدى وجهات النظر. نبغى نعرف كيف نتعايش. يعني إيش نتعايش؟ يعني إحنا الآن في أقل نسبة الانتشار، مو الفيروس ضعف، في أقل نسبة الانتشار. يعني إذا واحد أصيب لا سمح الله يعدي واحد، فبالتالي الفيروس موجود وإحنا يبغالنا نكمل تقليل نسبة الانتشار. طيب وكيف نقدر نقلل نسبة الانتشار؟ بكل بساطة، على قد ما شفت من حالات، الأخطر هم الأشخاص اللي ما همهم ولا شيء. أنا شفت في أشخاص الله يكتب لهم الأجر والحمد لله أمورهم طيبة، جاتهم الإصابة من كثرة خوفهم، بس هذول الأشخاص ما عادوا ناس كثير. اللي عادوا ناس كثير من عيلتهم 20 و30 وعاد اللي عنده في العمل، هم الأشخاص اللي كانوا تماما عندهم إهمال في كل الإجراءات. نبدأ بالأشخاص اللي جدا خايفين. أفتكر إنه كثرة القلق يضعف مناعتك، ما يخلي مناعتك فعالة ويسهل لقطك للعدوى. أفتكر إنه الأطفال الأقل إصابة وحالاتهم الحرجة لا تذكر. 80% من الأشخاص ما يحتاجوا أي علاج، فهدي أعصابك ولا تضيع وظيفتك. والبقية المجتمع الله يخليك، إذا رجعت الدوام بلاش التقبيل وعيب ما شفته من زمان أسلم عليه. رقم 2 الكمامة، ثم الكمامة، ثم الكمامة. رقم 3 غسل يدك. 4 حافظ على التباعد الاجتماعي. الله يخليكم والله مرة مهم. وإذا كان في مكان زحمة يا شيخ اتنازل عنه وأرجع له قيد الحكاية ما فيها حظر، بس بلاشي نهمل الإجراءات هذه، لا نروح نندم. ولكل المهملين الله لا يكتبها عليك، لا سمح الله إنك تنقلها لكبار السن. والله يخليكم، إذا رجعنا لبيوتنا بلاش نسلم على كبارنا، نجلس معاهم نبرهم بس على بعد مترين.